أكل عيش، كتاب مسموع للدكتور مصطفى محمود. الجزء الرابع، حلاوة السكر. اسمك ايه؟ عاشت الأسامة سي رمضان. وسنك كام سنة؟ 20 ومتجوز وليك 4 عيال كمان. وبتشتغل ايه؟ سمكاري. وايه اللي تعبك؟ بتكح. من قد ايه الكحة دي؟ من سنة. بتجيلك سخونة؟ بتعرق بالليل؟ بتنهج لما تمشي؟ طب شيل هدومك، شيل لفوق لفوق. ايوه كح. خد نفس، قول 4 4. امسك نفسك، ميل على جنبك الشمال كمان، وريني ايدك، افتح بقك. طيب قوم، اقف في الطابور اللي هناك على باب اوضه الاشعه. غيره، انت اللي وراه. علوان السيد، سنك كام سنه؟ 30. متجوز ولا عازب؟ متجوز وليك عيلين، وبتشتغل سواق تاكسي وساكن في شبر. بتشتكي بايه؟ بتكح؟ من السجاير؟ مش عارفك انها من السجاير. بتتفلسف ولا عامل ناصح؟ طب اديني ظهر. والكحه دي بقالها قد ايه؟ 2 سنين. وبتجيب دم كل يوم الصبح؟ حاجه بسيطه. لا بسيطه قوي ان شاء الله. شيل هدومك لفوق لفوق. كح. قول 4 كمان. 4 4. اقف هناك في الصف اللي بعده. اسمك، سنك، عنوانك، متجوز، بتشتغل عتال. عتال، اه. بقالك 10 سنين بتكح؟ وساكت ليه طول السنين دي؟ عجبك الكحة؟ بتسمن عليها؟ امال ايه؟ البيت كله بيكح. اه كلكم بتكح، يعني الكحة شيء عادي عندكم. طب يا سيدي شيل هدوم، خد نفس كمان كمان. كفاية، استناني عند الأشعة. اللي بعده، الست نرجس العدوي. ايوه يا ست، تشتكي من ايه؟ بقالك 2 سنين قطع الحبل وقطع النفس وهفتانه ومالكيش هي للاكل وخسيته النص. طب كفايه، اكشفي صدرك، خدي نفس طويل طويل. كحي، خدي نفس تاني. ايوه، نزلي هدومك واستنيني عند الاشعه. امين الفار، شيلي هدومك، خدي نفسك، طلعيه. كحي، استنين عند الاشعه. هانم مرسي، نفس، امسك النفس، طلعي النفس. اشعه. نبيهه، سيده، فاطمه، غاليه، نفيسه، فهيمه، نفس، كحه كحه، نفس. 100 مريض ومريضه ودفاتر ومكتب حدادي وغرفة كبيرة كالحة وحر يصهر العظم، وفي النهاية يقولون إن الطبيب نصاب. إن أحسن عقاب للنصاب أن يحكم عليه ب2 سنين طب مع الشغل والنفاذ. لقد مضت 2 ساعة وأنا أعمل بلا توقف، والآن سوف أستريح 2 دقيقة حتى تعد غرفة الأشعة ويتم إسدال ستائرها السود. يا مندور يا مندور، راح فين الراجل يا أخوي؟ يا مندور انت فين؟ هات لي فنجان قهوه وقوم وحات واقفل الباب، مش عاوز حد يخش. 2 دقيقة بس. وتراخيت في الكرسي واغمضت عيني ورحت افكر في اخر شيء قراته في مدينه روما منذ 1000 عام. امبراطوريه تقطر بالدم وشعب يموت كالدواب، واحرار يصلبون على الاشجار وابطال يحرقون في الميادين. عالم رهيب. وفتحت عيني على الغرفة الكالحة من جديد. إن واقعنا القبيح أجمل 1000 مرة من مجد الرومان. شكرا للتاريخ، لقد تقدمنا كثيرا. وسمعت الممرضة تنادي من خلف الباب: أوضة الأشعة دكتور. خلعت المعطف الأبيض لأضع على بدن المعطف الرصاصي ودخلت غرفة الأشعة، وبدأت المروحة تزن ورحت أستعرض الطابور. نفس، حط إيدك في جنبك، اديني ظهره. نفس تاني. كح. خلاص. غيره. نفس، ظهرك، كمان نفس. غيره. نفس، اديني ظهرك. غيره غيره غيره. في النهايه كان هناك 2 يلوذان بالركن في خجل، فتاه جميله في ربيعها 16 وشاب في 20، شاحب يلهث.
كانا زوجين لم تمضي شهور على زواجهما وبدأت أفحص الزوج. كانت رئتا مصابتين بالسل في درجة متأخرة، وكانت الزوجة بحالة جيدة. وبدأت أملأ بيانات التحويل إلى المصحة. وسألني الزوج: الحالة يا دكتور؟ فلم أجب وظللت حائرا لحظة، ثم وضعت يدي في ذراعه وخرجت به من الغرفة. كان علي أن أقول له أنت مريض بالسل، ولم أعرف كيف أقولها، وظللت أتهته لحظة، ولكني فوجئت به يقول في صوت ثابت: أنا عارف إني عيان بالسل يا دكتور، لكن عاوز منك خدمة صغيرة. عاوزك تخفي الخبر ده عن مراتي، لأنها لو عرفت هتموت. أنا متأكد أنا هخف وارجع لها. أرجوك يا دكتور ما تقولهاش، هي مش ممكن تستحمل الصدمة. ونظرت إلى الزوجة الجميلة التي تلوذ بالركب، ولاحظت أنها تنظر إلى وجهي في ضراعة. ثم جلست أفكر، وابتعد الرجل وهو يرتعد ليوشوش زوجته بكلمات قليلة. ثم مرت دقائق واقتربت مني الزوجة، ثم صحبتني إلى ركن بعيد ومالت علي هامسة: أنا عارفة يا دكتور إن جوزي مريض بالسل، أنا كشفت عليه قبل كده عند دكتور خصوصي، لكن أنا جيت لك بيه عشان تطمنه، عشان تقوله إنه مش عيان وإنها إنفلونزا وحتروح. جوزي مش ممكن هيستحمل الصدمة دي، أرجوك ما تقولوش، أنا عارفة إنه بخير وحيخف، لكن لازم تخفي عنه حقيقة حالته دلوقتي أرجوك. كانت تتكلم في تهدب وتختلس إلى زوجها نظرات طويلة حنونة، وأدرت وجهي إلى النافذة وامتلأت عيناي بالدموع، وأحسست في قلبي بشيء كالنسيم يكتسح الحر القاتل، وهمست في تأثر: حاضر اطمئني مش هقوله. وحينما انفض السامر وخلت الغرفة من المرضى، كنت أقف في النافذة أتأمل الزوجين الصغيرين وقد تساندا يعبران الطريق في خطوات بطيئة، وكنت أهتف في قلبي: ما أروع ذلك الحب. وكان إلى جواري منظور يحمل صفا من الدفاتر، تلك الدفاتر المهلهلة التي طالما كرهت النظر إليها. وجدت نفسي أحمل الدفاتر كأني أحمل كنزا، وأضعها في رقة على الكرسي، ثم أجلس إلى المكتب الحدادي في شوق كأني أحتضنه، وأهمس إلى منظور: في عيانين فاضلين يا منظور؟ لا مفيش يا بيه خلاص. ولا واحد؟ ولا واحد. يا سلام، احنا خلصنا بدري. كنت أقولها في أسف، فقد أحسست بمدى حبي للعمل ومدى حبي للناس ومدى السعادة التي تهبها لي هذه الغرفة الكبيرة الكالحة. وقمت من جديد كالطفل لأطل من النافذة باحثا بعيني عن الزوجين الحبيبين في الشارع الطويل، كأني أبحث عن فتفوتة من السكر.